هنكملكم تاني بعد الفاصل. الخميس الساعة 5 5 5 و5 وخميسة وحاجات كتير ليها علاقة بالحسد في الأغنية اللي احنا كنا بنشوفها دي. أنا بشوفها دمها خفيف جدا، 16 مليون مشاهدة، رقم كبير جدا جدا، وخصوصا ان احنا ما بنشوفش في الاغاني والافراح اغاني الافراح الارقام الكبيره دي، ولكن اغنيه ما شاء الله حققت نجاح ضخم جدا جدا للفنان اللي بيشرفني وبينورني النهارده، فنان محمد صياد. برحب بيك. اهلا بيك. منورني. عايز صحصحه وعايز صوت عالي الخميس. عايز اسمع صوت. حاضر. منور. اهلا بيك يا استاذ محمد. طبعا شرف لي ان انا قاعد قدام حضرتك والبرنامج الجميل ده. بشكر اسره البرنامج طبعا. برنامج اكتر من رائع، مش عشان انت قاعد، والله انا متابع حضرتك جدا وحاجه جميله يعني. انا اللي بشكرك جدا ومنور برنامج بكل جراءه، وبيشرفني طبعا يعني الراجل المشاكس المناكف اللي دائما وابدا انا وهو في حاله صراع شديد ما بين العلم، لانه بيمتلك العلم ويمتلك المعرفه، وانا شويه الخبره اللي على قدي بتخليني طول الوقت في حاله صراع معاه. مشرفني يكون معايا الناقد الفني الاستاذ الدكتور خالد كمال النوادي. اهلا بحضرتك حبيبي اللدود. حبيبي اللدود. طبعا اللدود. اللدود. ايه الطريقه بس حبيبي يعني الاول اللدود. 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 طبعا النهارده ببعت تهنئه ورساله حب للاستاذ غندي ومدام ساميه بمناسبه عيد الزواج الاول السعيد. بقول لهم يا رب عقبال مليون سنه مع بعض ودايما فرحانين ودايما مع بعض، تشوف اولاد كتير 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 في حياتكم، نتمنى لكم السعاده اللهم امين. محمد صياد هبتدي بيه. اتفضل. عشان انا اتخانق معاه. محمد صياد ده يا جماعه في توقيت ما كده مصر كلها كانت بتغني اغاني. محمد صيام ده في يوم من الايام كان الناس بتقعد تتناقش في حالته، اللي هو ايه محمد صيام، تحس ان انت بتتكلم على محمد صيام بحجم جبل المقطم، فانت مش مصدق انك ممكن، والله مش بهزر، تلاقي نفسك مش مصدق، ايه ده معقوله محمد صيام ابو سن صغير ده العالم كله دكاتره ومهندسين واسر بيتكلموا عنه، وفجاه نغمض نفتح اختفى محمد صيام. كنت فين؟ كنت عندي مشكلة كده مع منتج وقفني شوية، بس الحمد لله بعد المحكمة حكمت لنا يعني كسبت القضية يعني وكده، بس المحكمة انت عارف المحاكم المصرية بتاعتنا يعني خدت وقت طويل قوي، خدت بتاع اكتر من 5 6 سنين عشان اخد حكم ان انا ارجع اشتغل تاني. ما كانش ينفع انزل اي حاجة مع اي شركة تانية عشان في عقد بكده، والعقد طبعا حكمني. فبعد ما خلصت خدت حوالي 5 6 سنين حصل عندي حالة وفاة، يعني اخ ليا كبير اخوك توفى. فالموضوع ده رحمة الله عليه، الله يرحمه. فالموضوع ده اثر فيا برضه شوية بصراحة، نفسي اتسدت يعني بكل صراحة، يعني عارف جم ورا بعض الحاجات دي كلها جت ورا بعض. كمان اول ما عملت اول البوم دخلت الجيش على طول، فتحس ان ايه هي ضيقه في وشك كده. الحمد لله، مش عارف هي جت الحاجات كلها جت ورا بعض كده، فزي ما يكون متوقع باذن الله لما تيجي تنزل باغنيه تانية هتبقى حبس. ساتر يا رب. يعني انت ليه كل ما تيجي تاخد خطوه كده تلاقي في حاجه ترجعك خطوتين ثلاثه؟ ايه مش عارف، ربنا مش رايد لي دلوقتي، ولا كل واحد ليه معاد. انا مقتنع بدي جدا يعني، بس ان شاء الله معادي جاي يعني باذن الله. والفترة دي انا فايق جدا يعني وراجع كويس ان شاء الله باذن الله، هتسمعوا حاجات قوية باذن الله قوي يعني ان شاء الله. الفترة اللي فاتت دي حاولت ادوس على نفسي شوية عشان انا حسيت ان انا يعني قعدت كتير بس كان غصب عني يعني. ان شاء الله خير باذن الله. طيب انا عايز اخلي الحكايه تمشي بيني وبين الاستاذ محمد صيام والاستاذ خالد كمال بشكل يعني نقول بينج بونج. انا سالت سؤال الاستاذ محمد صيام وقلت له انت متاخر كتير جدا ومختفي، وهو قال شويه اعذار. الناقد الفني خالد كمال، بتشوف ان الاعذار اللي شبه دي اللي يقولها مطرب مبرره بالنسبه لك؟ عادي ان المطرب كده الحياه تاخده وتخبطه وتخطفه لدرجه انه هو بعد ما عمل مجموعه كبيره من المشاهدات والمشاهدين فجاه يرمي ده ويقول لك اصل الظروف حطتني؟ بتشوف ده ايه؟ شوف حضرتك، انا دايما اقول انه المبدع كلاعب السيرك الذي يسير فوق الحبل، لو فقد تركيزه لحظه واحده خلصت اللعبه. لا يوجد اعذار لاي مبدع انه يترك فنه تحت اي ظرف.
يعني انا بعتقد انه اي مبدع خاصه اذا كان واحد له جمهوره وليه ابداعاته وحقق قدر من النجاح مصر كلها اتكلمت عنه. انا بعتقد انه اللي ما فيش اعذار تبيح للمبدع انه يتخلى عن ابداعه، ولازم يكون الابداع دايما هو في المرتبه الاولى. يعني اي مبدع لما بيقوم من النوم اول حاجه بيفكر فيها فنه، مش اي حاجه تانية ايا كانت. في حد بيصحى من النوم يفكر؟ اكيد. بس تصحى من النوم على الحمام؟ انا بصحى من النوم افكر والله. انا دلوقتي كده بروح بفكر في الحمام. لا في كل حته. ما ده اللي هياخرك خلي بالك. ماشي. فغير مقبول تماما انه اي حاجه. انا هقول لحضرتك على واقعه غريبه جدا. اتفضل. انا كان عندي شغل مهم جدا، كنت بكتب اغنيه وكنت مركز جدا لان في وقت محدود لازم اخلصها. تعرضت لسرقه، ما حد بيصلح الكمبيوتر، فيعني تعرضت لسرقه ما، يعني تركت هذا الموضوع تماما وكان ما فيش حاجه حصلت، لان لو ركزت مع هذا السارق خرجت بره تركيزي. ففضلت ان انا اتقبل بصدر رحب فكره السرقه في مقابل ان انا ابقى جوه تركيزي والمود اللي انا فيه ما اخرجش منه. ياكو كان محمد صيام من 10 لانه ساب شغله والتفت لبعض المشاكل اللي من النوع ده، نديله كام من 10؟ لا هو مش فكره تقييم، يعني محمد لا مش فكره تقييم. ايه حضرتك موجود هنا النهارده عشان تقيم تصرف نجم اسمه نجم، مش محمد صيام اللي بيبتدي، يعني وقت ما كان محمد صيام موجود نجم واختفى وعشان الظروف وعشان هو ظلم اتنين. ظلم نفسه اولا وظلم جمهور كبير بيحبه. انا عايز اقول لحضرتك انه لما تعمل سيرش على فيسبوك وتكتب محمد صيام هيطلع لك 3000 ايميل، على فكره من اكتر النجوم في مصر وظهار غريبه اللي اليوم اكونتات مستعاره. ده بيعني انه الراجل له فانز كبير جدا، له جمهور كبير جدا، فهو ظلم الناس اللي بتحب تسمعه نتيجه لظروف انا عارف ان ظروف صعبه مر بيها بس مش مبرر برضه، وظلم نفسه لانه محمد يستحق مكان اكبر، يعني اكبر كتير من المكان اللي هو فيه. طيب ما تيجي نسمع محمد صيام يا جماعه، ناخد منه. انت تغني بمزاج النهارده، انا وقت ما اقول لك تغني تغني عشان انت بقالك سنين باستخاء تقول اللي انا عايزه. طبعا. طيب في اغنيه انا بحبها لمحمد صيام قوي، فاكرها يا خالد؟ فاكر الاغنيه اللي انا بحبها منك؟ سلام يا اغلى حبيب. يلا هنسمع سلام يا اغلى حبيب من محمد صيام، واللي سمعها يفتكرها واللي ما سمعهاش يشوف انا جايب مين وضيفي مين وقوي ازاي وازاي كان حارمنا من النوع ده من الفن. مايكك معاك، جمهورك قدامك، وعيش. بسم الله الرحمن الرحيم. جمهورك هنا على فكره بالمناسبه. ماشي. فاستنى استنى اقول لك على حاجه. هناخد حبيبك وحبيبي وحبيب كل اللي بيعملوا في المجال الفن بشكل عام معايا، الفنان المحترم النجم الكبير طارق الشيخ. اهلا بيك. الله. ازيك يا عم محمد؟ ازيك يا استاذ طارق؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ وانت اخبارك ايه؟ والله وحشتني قوي قوي قوي. وانت اكتر والله. وانت اكتر. عامل ايه؟ الحمد لله حبيبي تمام. انت معاك محمد صيام؟ حبيبك اهو قاعد ومعايا استاذ خالد كمان. محمد ده مطرب جميل وملحن زي الفل. محمد ده عمل. يا محمد الله يخليك يا استاذ. ازيك يا نجم؟ ازيك يا محمد عامل ايه؟ والله تمام الحمد لله حبيبي يا محمد. ربنا يصلح حالك يا محمد. يا نجمي والله والله ده شرف ليا طبعا. انت يعني انا لسه قبل اللقاء كنا بنتكلم عن حضرتك، يعني عملاق بجد، يعني ما شاء الله عليك. ربنا يصلح الحال للجميع. ما شاء الله عليك. الاصعب من النجاح الدوام على النجاح، وانت ما شاء الله يعني ما فيش البوم او سنه ولا حاجه خذلتنا فيها بصراحه. يعني بصراحه هي بتيجي بالنوايا وبتيجي بدعاء الناس ليك وبتيجي بحب الناس ليك والحمد لله. يعني انت معبود الاغنيه المصريه بصراحه، يعني ربنا معبود الجماهير والله. يا عم احنا كلنا بناكل عيش يا محمد، ربنا يصلح حال الجميع. الله يخليك. في حاجه قريبه تفرحنا بيها يا استاذ طارق؟ يعني يا مسهل شغال اهو، ابو سامي اهو، حاجات اهو، ربنا يصلح الحال يا رب اهو. ربنا يفرحك. استاذ خالد كمال الناقد الفني معايا وعايز اسالك سؤال. استاذ طارق وامرني. انا عايز اقول لك شهاده بس يمكن ما حدش قالها لك قبل كده، ان انت كان ليك الفضل في تغيير مسار الاغنيه الشعبيه. يا رب يبارك لك. لا ده حقيقي، يعني انت كان بدايتك بالبوم حضرتك قلت اغنيه اعتقد انه كان صعب جدا جدا انه اي حد يعني يقول هذا المصطلح في بدايه مشوارك الفني. فاعتقد ان دي كانت جرأه كبيره من حضرتك. حضرتك رصيد يعني الألم. يعني هو عارف احنا بنمسك العصايه من النص، اللي هو يعني الشعب اللي هو برضه اللي هو الشعب الشعب الحلو اللي هو اي حد يسمعه في بيته. بس والله حضرتك على حاجه، انت فتحت باب للشعراء كان مغلق قبل كده، كانت الاغنيه الشعبيه ماشيه في اطار محدود جدا. حضرتك في رصيف القلق
اطلقت صرخه كبيره جدا وقلت ان الفن الشعبي يقدر يقول اي مصطلحات مهما كانت قصيده اهو. ما رصيف الاله قصيده اهو وبيقولها برضه اهو. طبعا يعني اعتقد انك كان ليك الجرأه في تغيير مسار الاغنيه الشعبيه من حالتها البسيطه ومن حالتها الغربه، مثلنا الغربه في قصه صغيره، في قصه عصفور صغير مظبوط. هي بص يعني انا عايز اقول لسيادتك على حاجه، هو يعني المطرب الشعبي ده لازم يجتهد كل شويه تمام ويسمع ناس القدام يسمعهم كانوا بيغنوا ازاي، بيختاروا كلامهم ازاي. احنا في ناس توفاهم والله لحد دلوقتي حافظين كلامهم صح، بس لان كلامهم كانوا بيغنوا كلام يعني حلو. انا عايز اقول لحضرتك انه دائما في مطربين ممكن يكونوا مبدعين يا استاذ طارق، ولكن بيبقوا رحله وبتنتهي، لكن عندما يتوقف طارق الشيعي عن الغناء بعد عمر طويل سيذكر التاريخ ان هناك مطرب شعبي غير مسار الاغنيه الشعبيه وكان لديه الجراه ان يقدم فن شعبي محترم. يا رب يبارك لك يا استاذ. انا كمان عايز اضيف اخر جمله للاستاذ طارق الشيخ. يا استاذ طارق، انا بشوف ان كل اغنية قدمتها هو كان نبض لكل بيت مصري، كان نبض للحالة المصرية، كان نبض باحترام. انت غنيت باحترام قوي عبر التاريخ ولا زلت تقدم، واحنا بننتظر الجديد، لان انا بشوف ان حضرتك بتحمي الفن الشعبي طول ما انت موجود مع نجوم الفن. يا رب يا رب فن محترم، بشوف انك بتحمي الفن الشعبي يعني. حبيبي يا استاذ محمد الله يكرمك، بشكرك جدا جدا يا رب يخليك يا استاذ محمد ربنا يخليك، بشكرك جدا الفنان طارق الشيخ نجم الاغنيه الشعبيه اللي دائما وابدا بيقدم الجديد طبعا. وبيقدم الاحترام. سلام يا اغلى حبيبي. اسمع بقى، هتوحشنا جدا يا محمد. اسمع طيب، نسمع الاغنيه دي ونشوف احساسنا مع محمد صياد. انا هعمل اللي يريحك وهخرج من حياتك اذا كان وجودي هيجرحك، انا امشي من قصادك. سلام يا اغلى حبيب، سلام يا احلى حبيب، كان نفسي اعيش معاك لكن مفيش نصيب. انا عمري ما نسيتك، صدقني حبيتك بقى يعني ده جزاتي، بعتني لما اشتريتك دور على اللي يصونك وخلي بالك من نفسك، وزي ما انا كنت بصونك حاول حبيبي تصون نفسك، دور على اللي يصونك وخلي بالك من نفسك، وزي ما انا كنت بصونك حاول حبيبي تصون نفسك. سلام يا اغلى حبيب، سلام يا احلى حبيب، كان نفسي اعيش معاك لكن مفيش نصيب. الله اهو الله، ده بقى تقدر تقول لي كان فين؟ ما مش عارف يعني. لا لا، انت هتقعد تتكلم بقى تقول لي مش عارف. انا عايز اعرف هو كان فين وازاي الصوت ده والاغنيه دي بتاعته. بالمناسبه يعني الناس اللي بتتفرج علينا، دي اغنيه محمد صيام. محمد صيام ده اللي عمل كف نفسك للفنان طارق الشيخ من حيث اللحن. محمد صيام ده اللي غنى من كلمات والحان عزيز الشافعي، عمل حاجه يعني نجوم كتير من وسط الفني ما توزع لهمش التوزيعات دي ولا تلحن لهمش الالحان دي. محمد صيام ده حاجه قويه جدا. قول لي ليه استخبى هو عنده ده؟ هو من غير ما تفتح الحاجات اللي بتغش منها دي. لا لا غش ايه؟ ده انا محمد، انا اقول لحضرتك، انا واقعه، انا من قيمه اسبوع تقريبا كان في فيديو متصور بموبايل محمد بيغني موال للفنان مجدي طلعت. انا قعدت في زول 5 دقايق، انا كاني بسمع محمد لاول مره. فيمكن انا زادت دهشتي لانه صوت بهذا الشكل. هو مقصر في حق نفسه اكيد يعني مهما قلت من عبارات هجوم، فاعتقد انه هو مقصر في حق نفسه. ودي مشكله كتير من المبدعين على فكره، انه في مرحله ما الفنان بيبقى يمكن لانه حساس شويه فبيتاثر بالظروف اللي حواليه. ده غلط كبير جدا. مظبوط. مهما كانت الظروف ومهما كانت حساسيه الفنان، يجب انه ينعزل عن الواقع اللي حواليه. المبدع زي ما قلت لحضرتك ماشي على حبل في سيرك، مش ممكن يبص حواليه اطلاقا مهما كانت المشكله ومهما كان حجمها. اعتقد انه اي مبدع هيفقد تركيزه، هيفقد
مكانته في وسط الفن. مين يا محمد يا صيام لما تكون في فرح بتغني وبيغني قبلك او بيغني بعدك بتبقى شايل هم ان يعني هو خد منك الجمهور او هتعمل ايه ورا النجم الفظيع ده ولا الصوت الفظيع ده؟ بتشيل هم مين من المطربين؟ هم طبعا كتير منهم الاستاذ طارق الشيخ طبعا. واحد انت عارف استاذ طارق الشيخ بيبقى ليه جمهور عريق يعني، فانت هتطلع تقول ايه. مين تاني؟ الاستاذ احمد شيبه. انا هم كتار كتار يعني كتير يعني. وانا طبعا كل اسم هقوله لك هتقول لي طبعا وفلان الفلان، عشان انت طيب. مع ان كل واحد يعني في حته ليه لونه، بس انت برضو يعني الناس دي طارق الشيخ احمد شيبه الناس دي طبعا ما شاء الله عليهم، بس الواحد الحمد لله بيطلع يسيب بصمه كويسه يعني الحمد لله. في فنان موجود دلوقتي بيخطو خطوات سريعه جدا 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 اسمه احمد عامر. اه طبعا احمد عامر بتشوفه طبعا. ازاي؟ هل يا ترى منافس؟ هل يا ترى وقت ما انت هتبتدي دلوقتي تشتغل على نفسك وهيأثر عليك وجوده واغانيه وجمهوره، ولا انت شايف الحكايه ازاي؟ لا طبعا احمد عامر فنان ما شاء الله عليه يعني ومنطلق بسرعه تصرفه، بس انا شايف ان هو برضه في مكان غير مكان يعني. هو رايح انا يعني ما اقصدش حاجه، بس انا اسلوبه مش زي اسلوبي في الغنى خالص. يمكن انت افضل؟ لا يعني انا مش شايف ان انا افضل، لا مش الموضوع في مين افضل. هي ليه اسباب على فكره. هو 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 بيغني لون وانا بغني لون تاني خالص. ولكن يعني طب انا ممكن اقول السبب بس على حته كده لازم اقول السبب. يعني استنى انا فاضل له تك اعوذ بالله من كلمه انا يعني انا سايب بصمه معينه كده انا ماشي عليها بحدث فيها شويه بتحدث ولكن الحمد لله بلا منافس، مش معايا منافس فيها الحمد لله الحمد يعني. لله. طب نسمع استاذ خيري كنت عايز تقول ايه. هو يعني بص حضرتك، محمد صيام فنان يسبح ضد التيار. محمد صيام لما بيقدم عمل بيقدم قناعاته الشخصيه بعيدا عن قوانين الوسط الفني. مظبوط. احمد عامر نجم كبير ومحترم، ولكن عندما يقدم عمل هو يرى ما يتماشى مع معايير النجاح في الوسط الفني. يبقى ذكي لا خلاف على ذلك. ولكن وجهه نظره تحترم، ومحمد وجهه نظره تحترم. محمد يرى انه يقدم قناعاته الشخصيه لانه مبدع فبيحط نفسه في حته بتاعته. ما هو خلي بالك مش بالضروره ابدا قناعات الشخصيه تكون سليمه 100% يعني، لابد ان يكون في نسبه توافق مع الوسط. طيب ما انا ما يكون احمد عامر عنده كل الادوات وكل العوامل اللي بتخليه في الاخر بيعمل عمل يواكب النجاحات او يعمل نجاحات في الاخر، فده صح اكيد نسقف له طبعا. ما يصبح ضد التيار على تشبيهاتك. تمام. انا بشوف ان دي فيها مخاطره وفيها ريسك، لا ينجح لا ينجح. ربما يخسر بعض الجمهور الشعبي لكنه بيكسب الجمهور المثقف. صيام بيقدم اغاني ليها جمهورها برضه يعني. عايز اقول لحضرتك فكره التصنيف في مصر دائما ان يقول لك ده شعبي وده فرانكو وده طربي، لا الموضوع مش كده. مظبوط. الفن الشعبي يا فندم مقسم الى يجي 20 شكل من اشكال الفن الشعبي. مظبوط. ما يقدمه عامر غير اللي بيقدمه البحراوي، غير اللي بيقدمه التونسي الغمراوي. الفن الشعبي مدارس، لكن احنا عندنا بناخد كله باكج مره واحده نقول لك ده شعبي. لا عشان احنا مش نقاد يا جماعه. انا طيب انا اغنيه فيها المقسوم بتتلعب مقسوم وفيها موال وفيها حزن. حضرتك في الخارج مثلا الروك ده 30 40 ستايل، الميتال ده هيفي ميتال، بلاك ميتال، سبيد ميتال، وكل اصنفهم انا ليه كمستمع يا فندم؟ يا فندم ماشي، لا بس كل حاجه ليها شكل. ما نقارنش بقى يعني، ما ينفعش اقول ايه صيام عامر او عامر والبحراوي، كل واحد له مدرسه. هو كله شعبي لكن في مدارس الشعب، وكل مدرسه ليها خصائص معينه يعني. عامر ده لون له شكل معين انا يعني، وله خصائص معينه. صيام لون مختلف، شارع تاني. فكل واحد نجح في الحته بتاعته يعني. اللي بيسمع لعبة الصراحة مثلا دي بتخص جمهور معين. مظبوط. يعني ده اسلوب وفكر وشكل. مظبوط. ما ينفعش الجمهور اللي بيسمع سلام يا صاحبي يسمع لعبة الصراحة والعكس. ما انا ضد ده. انا ضد ده. ما هو مفيش حد بيجمع عليه الناس يا فندم. انا ضد اللي حضرتك. طب قول لي مين، قول لي مين. هقول لحضرتك ليه ضد. مين بيجمع عليه الناس يا فندم؟ يا فندم انا هقول لحضرتك، مفيش حد بيجتمع عليه الناس ابدا. جميل جدا. الا ربنا سبحانه وتعالى وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وده انا بقول يعني، انا بقول من وجهه نظري. عمرو دياب بحجم جمهوره واسمه الهضبه، في ناس ما بتحبش اغانيه. اكيد. موافق؟ مظبوط. انا النهارده بتقول لي اللي بيحب لعبه الصراحه ممكن يكون ما بيحبش اغنيه، او العكس اللي بيسمع اغنيه سلام يا صاحبي ما بيحبش لعبه الصراحه. لا انا في الاخر كجمهور بحب الاثنين. ينفع اكون بحب دي جدا وفارقه معايا جدا، وارد. وبحب دي لان انا في الاخر انا
متلقي او انا عندي مخ او انا عندي مشاعر او عندي، واحنا عندنا ودن واحده ولا اتنين؟ مظبوط. مش بس عندنا ودنين صح؟ حضرتك بتسمع بالاتنين. دي معادله لم ينجح فيها في مصر ام كلثوم اللي خلت بائع البطاطا يسمع الاطلال. ليس لدينا ام كلثوم ثانيه. احنا عندنا كل مبدع واخد حته كده على جنب ومعاه الناس بتوعه. لكن عشان تقول لي واحد يجمع عليه كل الناس، لم ياتي بعد ام كلثوم شخص يجمع عليه كل الناس. لازم نتفق على هذا. لا، وفي ناس تسالها بتحب الفنانه السيده ام كلثوم يقول لك ما بحبش اغانيها. لا بص، ما اصل هو برضو اصل خلي بالك الحكايه ما فيهاش اجبار من قريب او انا بتكلم على ام كلثوم في زمانها يا فندم. لا انا بتكلم من دلوقتي. وده وقت زمان انت كنت موجود؟ لا ما زمان ده تاريخ يا فندم متسجل. انت كنت موجود؟ لا ما ده تاريخ. ما هو التاريخ ده عشان يتسجل يا فندم يبقى احنا متسجل. عملنا دراسه ملموسه على كل البشر اللي موجودين في التوقيت ده، فانا نزلت اسال الناس اللي كانت بتسمع نوع معين من الاغاني ايه رايكم، فقالوا لي لا ام كلثوم، كله قالوا ام كلثوم. التاريخ سجل في صفحاته يا فندم. احنا اختلفنا ليه المره اللي فاتت انا وانت؟ قول للساده المشاهدين. بالظبط احنا اختلفنا في فكره المصداقيه. انا قلت انه الفن اذا كان هناك عمل جيد فالمعيار في نجاح العمل هو مصداقيه المطرب. كويس. طيب ده كان كلامك. ده كان كلامي. طيب انا بس عايز اوضح رؤيه لحضرتك. طبعا انا بعد ما خرجت من البرنامج عملت صلاه عشان اجيب حد ينصفني في هذا الكلام. ينصفك عليا طبعا. طبعا ماشي، احنا حبايب. بس احنا حبايب بس. لا لا عادي، نختلف في وجهه النظر. محمد صيام النهارده هو الحكم بيننا. انا معاك. اتفضل. ربنا يستر. الحمد لله. بص حضرتك، في حاجه يا فندم اسمها الفيوجن. ده شرط اساسي لنجاح العمل. الفيوجن يا فندم اللي هي فكره الانصهار. فيوجن انتو ارت ورك، فكره الانصهار في العمل الفني. اوكي. مفيش عمل فني بينجح يا فندم من غير ما يكون المطرب مصدق اللي بيقوله وعنده قدر من الصدق والمصداقيه. ما ينفعش تغني اغنيه دراما وانت يعني اسنانك باينه وبتضحك، فبالتالي ما ينفعش انا اصدقك يعني. ففكره انه الاندماج او فكره المصداقيه دي مش على حساب الكلمه. يعني افترضنا مثلا العمل يا فندم في مشكله في الكلام او في اللحن، لن احدثك عن المصداقيه ولا تحدثني عن الاداء لان العمل سيء. المطرب يا فندم هو فاترينة العمل الفني، فلو حطيت تمثال مكسور في فاترينة جميله ما حدش هيبص لها. اذا المطرب اذا كان فاترينة جيده بيظهر العمل الجيد، مش اي عمل، العمل الجيد. انا عايز اقول لحضرتك على مثال بسيط جدا. الفنان محمد قنديل قدم اغنيه جميله جدا وهو فنان شديد العبقريه، ولكن هذه الاغنيه لقت نجاح اكبر مع مدحت صالح لسبب بسيط جدا. انا اغنيه اسمها ثلاث سلامات، انا سمعتها مع قنديل على مدى 30 سنه كنت بسمعها وابتسم. سمعتها مع مدحت صالح انا بكيت. ليه؟ لو هو لم يكن افضل ولكن كان يعيش الاغنيه اكتر، كان عنده فيوجن، كان عنده انصهار. انت عايز تقول ان استاذ مدحت صالح مع احترامنا الشديد ليه قدر يوظف كلمات ولحن الاغنيه؟ صدق. وعايز تقول لي ان احساسه؟ لا يا فندم، مش على المستوى الفني. لا فنيا فنيا الاثنين عمالقه، ولكن في حد ممكن يكون مصدق فكره لدرجه محمد مثلا استاذ محمد صياف في لعبه الصراحه كان هذه الاغنيه كان متخيل نفسه هو، وهو حتى قال لي قبل الهوا انه الاغنيه دي جزء من حياته. ففي فرق انك انت بتغني حاجه مصدقها. وليه ما تقولش ان الاثنين مصدقينها بس واحد احساسه كان عالي جدا جدا او هو تركيبته كان اكثر مصداقيه؟ لا يعني مش اكثر مصداقيه، الاثنين مصدقين الحكايه جدا بالمناسبه. ما بص وعايز اقول لك على حاجه، ده ممكن يكون مدحت صالح بنى على اللي كان مقدمه الفنان قنديل. لا قنديل ده هرم. بنى على الاحساس ده. جميل، بس انا بقول لك في النهايه مدحت صالح كان اكثر مصداقيه، مش عيب يعني. يعني عايز اقول لك ده مش عيب، مش غلط. حق بس وجهه نظرك برضو يا فندم ده يعني تسال الوالد او الوالده او الخاله او العمه من اي حد من اللي بيشوفنا ايه رايكم في الاغنيه دي، اسمعوهم الفنان مدحت صالح او اسمعوها زمان. لا لا لا، يقول لك زمان ما في كلام، ده زمان شايف ريحه الغنى عامله ازاي، ده اهالينا. لكن انت اتاثرت بيها كخالد كمال فعظيم سلام. انا مال لحضرتك؟ انا مش كخالد كمال، انا كناقد بيحكم بمعايير فنيه يا فندم، بيحكم بمعايير فنيه. انا مع معيارك الفني هنا انت عايز تقول ان الفنان قنديل كان احساسه مش متصدق او اقل من مدحت صالح. طب انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. انا اسف يا استاذ خالد، ايه رايك في اغنيه اما براوه من الاستاذ حزين الجسمي؟ انا هنا اسال يا باشا والله، يعني انا معلش انا هنا بسال، انا انت هنا بتسال بس. طب انا اصلا يعني بعلق على نفس النقطه اللي بتكلم فيها استاذ خالد، انك ممكن تسمع اغنيه من حد يحببك فيها اكتر. الله عليك. يعني اغنيه اما براوه في ناس كتيره
يعني مش بتكلم على الوسط الفني بس، في ناس كتيره خارج الوسط الفني ما تعرفش انها بتاعت نجاه. ما انا عندي مشكله برضو يا جماعه ان انت سالت الناس الكتيره مين اعمارهم ايه كانوا قاعدين فين بيغنوا اصلا ايه وبيحبوا يسمعوا ايه عشان تقولي ناس كتيره. انا لما اجي اقول الاغنيه بتاعت ثلاث سلامات انهي الالطف انهي الاقوى، المقارنات اللي بين احساس مطرب واحساس مطرب تاني ده ما ينفعش نقوله كده لسببين. لو انت جبت الناس اللي كانت عايشه وقت ما الاغنيه دي نزلت من الفنان قنديل كانوا هيبقى ضد تماما طريقه الغنى بتاعت الاستاذ مدحت صالح. لا يا فندم اصلا انا ما بتكلمش انا ما طب طبعا انا ليك راي كله احترامه، ولكن انا ما بتكلمش على فكره ايهما افضل فنيا، انا بتكلم على انه قنديل عبقري، لكن انا بتكلم على فكره انه احيانا الانسان بيكون عنده ربما تجارب شخصيه بتنعكس على انه بيصدق العمل فبيقدمه بشكل افضل، مش لانه احسن من قنديل العفو طبعا، ولكن انا بقول انه كان صادق مع نفسه قوي فانا صدقته. هنفضل ستيل مختلفين في الحكايه دي عشان ما ناخدش وقت اكبر. انت قلت لي ايه الموال اللي كان بيغنيه صيام كان اسمه ايه؟ كان هو فاكر طبعا. طب قول لنا بقى الموال بقى عشان الناس تسمع برضه شويه. احنا خلينا احنا في حياتنا وانت غني لنا بقى. عايز احكي لك بس حاجه عن الموال ده. كنت قاعد انا والاستاذ وليد عبد العظيم الملحن والاستاذ وليد خالد، فجت سيره الفنان مجدي طلعت فعرفت ان هو تعبان كنتش اعرف يعني، فقررنا احنا قاعدين يعني نهدي له الغنوه ديت اهداء ليه يعني ان شاء الله ربنا يشفيه. فغنيت له فيديو كده فهو عجب الناس قوي ومنهم استاذ خالد، فطبعا انا هسمعه لكم ان شاء الله برضو. احنا طيب قبل بس ما تسمعه لنا في حد طالب يسلم عليك مخصوص يعني ويسلم على الاستاذ خالد كمال، الاستاذ احمد عثمان مدير جريده الوسيط. اهلا بيك. الله. اهلا وسهلا يا فندم. اتفضل يا فندم. ازيك يا فنان؟ ازيك يا بابا؟ حبيبي يا صيام. ده استاذ احمد عثمان ده الاب الروحي ليا، وهو برضو من احد الناس المنتجين ليا في الحافل في الالبوم دلوقتي، هو استاذ عبد الرحمن علي، وده ابويا يعني. انا اهلا وسهلا بيك يا استاذ احمد. ابويا. اهلا وسهلا. خلي بالك انا ما اعرفش ان هو انا يعني هو فاجئني دلوقتي. احنا جايبين لك مفاجآت كتير. استاذ احمد قول لنا ان شاء الله هنلاقي حاجات للصيام الفتره الجايه قويه نهز بها السوق الفني الشعبي ولا ايه الاخبار؟ باذن الله ان شاء الله هتلاقوا حاجات تناسب كل الاذواق. احنا في الالبوم يعني مش عاملين اتجاه واحد، احنا عاملين كذا حاجه على اساس نرضي جميع الاذواق. نتمنى يا رب. نتمنى يا رب. طيب احنا هنسمعك، احنا بنشكرك جدا طبعا على اتصالك معانا الاستاذ احمد عثمان. هنسمع الموال وكمان يا ريت تكون الموال ده بقى باحساس استاذ مدحت صالح في ثلاث سلامات للاغنيه الاستاذ قنديل. طبعا قبل ما اقوله يعني احنا مش هعرف اقوله حتى ربع ما الاستاذ مجدي طلعت بيقوله. ربنا يشفي الاستاذ مجدي طلعت، ربنا يشفيه ويعفي عنه ويرجع لنا تاني على خير. اللهم امين ان شاء الله. اتفضل. مفتوح؟ يا ريت تغني. سامعني؟ ابني اللي من صلبي، ابني اللي من صلبي كسر قلبي وجاب المر وساني، اديت عمري سرق عمري وسابني غارق في احزاني، علمت رمي السهام اول ما صاب صابني، سمعني مر الكلام وفي ليل طويل سابني، اما الكبر زليني اما الكبر زليني احتجته ما لقيته، اما الكبر زليني احتجته ما لقيته. معقول يبان كده؟ معقول يبان كده؟ رد الجميل يا ابني قلبي على ولد فطر وقلبي ولد علي حجر، ابني اللي اسمه يا ناس ابني ريحت قلبه بيتعبني، الغرب بيحن عليا
وهو للمي سيبني اقول ما يسمعش ما يسمعش يروح ويغيب ما يرجعش ما يرجعش ابن الوحيد غدر عنيد لو شافني محتاج له يسيبني قلبي على ولدي انفطر وقلبي ولدي علي حجر. انا عايز اقول لحضرتك بس تعليق. عايز امشي. لا انا هقول لك تعليق. انا بعد ما سمعت الموال ده قعدت تعيط. لا انا قلت واحد كان قاعد جنبي انا قلت له جمله, قلت له محمد صيام مطرب صوت اكس لارج يرتدي اغاني ميديم. الله على التشبيه ده يا استاذ خالد. اه الصوت ده ما يغنيش الاغاني دي بامانه, لان انا قلت قسمك بالله انا اول حسيت ان اول مره بسمعه, انا بسمعه من سنين, لكن هذا الصوت اكبر كتير من مساحه الاغاني اللي بيقدمها. طيب قول لي يا محمد, في موال تاني قريب لقلبك برضو بنفس في نفس الحته دي بتحب تقوله؟ هو في موال هو يمكن مش طريقه الغنيه خالص يعني, بس هو متحف الرسول صلى الله عليه وسلم. انا دي بقى الحاجات اللي بحبها, هنسمع بقى في حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. انا واثق ان انت هتغني معايا يعني. صل عليك يا حبيبي, واثق ان شاء الله. هنسمع حاجه بقى, هنقعد نغمض عينينا وانتوا كمان اقعدوا كده, صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقولش صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. نسمع بقى حاجه كده نتبسط يا رب. يا خالد يلا. انا بمدح نبي زيد وبوحد الواحد واحد مهيمن ورزق العباد على الواحد. انا بخرج من البيت ورمي الحمل على الواحد, بيت الكرم محترم لو مبني دور واحد, وبيت البخيل فدان وما يسعش نفر واحد. ارجوك يا اللي سمعني توحد الواحد, كنا خمسة وعشرة وبناكل في طبق واحد. شوف لما غرينا الزمان مالي الحمل على الواحد, لعب الشيطان لعبته وفرقنا واحد واحد. هي الدنيا كده ما بتمرش بحل واحد. سبحانك سبحانك يا حي يا معبود يا واحد. الميه بتسقي الشجر لكن الثمر مش واحد. النخل يشبك لبعضه لكن التمر مش واحد. البحر والنهر ميه لكن الطعم مش واحد. حتى الناس خلقتها يا ربي لكن الشبه مش واحد. الاخوات بيبقوا اشقاء لكن الطبع مش واحد. ودي حكمتك في الكون يا الله, اذكر الله يا مؤمن ووحيد الواحد. الله الله لا اله الا الله لا اله الا الله. ده الكلام بقى. يلا بقى نصلي على سيدنا النبي. ممكن في حاجه نصلي فيها على سيدنا النبي عشان احنا كده ما قلناش. حدفتنا في حته شغل بالك يا استاذ خالد. ليه ما نقول فين؟ انا بمدح نبي زين وبوحد الواحد, واحد مهيمن ورزق العباد على الواحد. لا لا بدأنا لا لا بس برضه احنا مش هنسيبك يعني, اعمل حسابك ان انت جاي لنا في حاجه ثانيه. طيب محمد صيام واستاذ خالد الناقد الفني المحترم يتفق معايا او يختلف معايا, الراجل ده بيقدر يعمل فوناتكس في صوته, بيقدر كمان ياخدنا في منطقه هو بيقول, واللي نفعه في ده خلي بالك التلحين يعني, انه بيقدر يطوع الجمله وشكل الجمله وشكل الكلمه في ان هو يديني احساس مختلف. يعني لو انت سمعت الثلاث حاجات اللي قلناهم النهارده هتلاقي ان الثلاثه تقريبا مختلفين عن بعض. تمام. طب انا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا في صوت محمد انا كنت عايز اقولها, وهو يمكن حاجه الناس تعرف ان صوته حلو وقوي, لكن في حاجات الناس ما تعرفهاش في صوته واجب ان انا اوضحها. محمد عنده حاجتين مهمين جدا. الحاجه الاولى هي انه عنده بصمه صوت مختلفه, بمعنى انه انت لما تسمع صوته بتعرف انه الصوت ده مش شبه حد. صحيح. الحاجه الثانيه انه في حاجه علميا صعبه شويه بس انا هبسطها, اسمها التحكم في مناطق الرنين الصوتي في الجسم. يعني ايه؟
الناس تعرف ان مصدر الصوت هنا. الكلام ده مش صحيح. هناك ثلاث مصادر بيتحكموا في الصوت في الجسم. لما بغني قرار مصدر الصوت الصدر، ولما بغني طبقة متوسطة مصدر الصوت اللي بيتحكم فيه من هنا من الرقبة، ولما بغني جواب مصدر الصوت من الرأس. مظبوط. محمد عنده قدرة فطرية انه يتحكم في هذه المصادر، فلما بتسمع منه جملة قرار بتسمعها بوضوح. في مطرب لما يغني قرار قوي تحسه انه بيتسائب. قال له لا ده انا بقول لك بيتسائب. يعني مين المطرب اللي بيغني هو بيتسائب؟ لا كتير بيتسائب. اسمه بيتسائب كده كتير. بيتسائب يا فندم هيضربني كده. ما تقول له انا بقول بيتسائب. ماشي خلاص. الفانس بتوعي يضربوني يا فندم. في مطرب بيغني جواب يا فندم تحس انه بيصرخ مش بيغني. زي مين؟ ليه؟ انا بقول لك بيصرخ. يعني صوته بيبقى فاضي مفيش باس. صوته بيبقى فاضي مفيش بيبقى فيه تريبل. بس استاذ عباس حموده جاوبه ايه وقرره ايه؟ لا عباس حموده ده استاذ كبير. ايوه اقول لك قرره ايه وجاوبه ايه. لا هو برضو عنده جزئيه انه حاجه اسمها فانتوم كنترول على الطبقات. في مطرب في اي طبقه بيتحكم فيها، في مطرب ضعيف شويه فبص تلاقي بتهرب منه. صحيح. بتهرب منه فبيعملش كنترول. فزي ما قلت لك محمد بيقدر انه يديك جمله فيها لمعه فيها باور، جمله يعني جمله شكلها جميل. ده بالظبط زي فندم زي العازف اللي عنده كنترول انه يتحكم في تكنيك صوابعه بيقدر يطلع شكل الجمله حلو. المطرب كده برضه لو عنده كنترول على مناطق الرنين الصوتي في الجسم بيقدر يطلع الجمله شكلها حلو. ده الاستاذ عباس حموده اللي انت ما رضيتش تكمل معايا كلام معانا. لا ما اقدرش. لا ده انا مش عارف ايه اللي بره الهواء يا جماعه. بحس يعني موضوع يجي هنا يقول لك مش عايز ازعل حد. كنت عايز اعلق على استاذ عباس حموده. لا لا ده طبعا ده استاذنا الكبير ده طبعا. كنت عايز اعلق على فتره غيابي. انا طبعا بعتذر طبعا للناس اللي بتسمعني كلها وكل جمهوري، بس انا فعلا في الوقت ده كان سني صغير شويه فما ما عرفتش اتحمل. يعني انا اول البوم عملته وانا عندي 17 سنه. نزل في 2008 في 2007 2008 بعدها على طول في 2009 دخلت الجيش. بعدها على طول المشكله دي. فطبعا كل يعني انا من 17 سنه لحد 23 24 المشاكل دي بتحصل لي. فانا طبعا ما عرفتش اعمل كنترول على نفسي. طبعا كل كلمه قالها استاذ خالد بجد يعني انا شايفها ان هي احنا مسامحينك والله. الله يخليك. احنا مسامحينك. انت جاي استاذ خالد النهارده المحامي بتاعك. لا يعني مش ده العدل. يعني الناقد الفني ده المفروض يبقى بيقول دائما وابدا بعض السلبيات وبعض الايجابيات. هو النهارده بيقول ايجابيات بس هعمل ايه طيب يعني حبيبي. طب عشان موجود معانا بس ماشي. ولكن ما تمشي هتزن. طبعا انا بحب المواويل اللي عدى. عارف المواويل اللي عدى يا استاذ خالد اللي هي حاجات الموال الشعبي الحاجات زي بتاعت عبد الاسكندراني والحاجات دي. مش حافظ منها حاجه محمد؟ مش حافظ حاجه للاستاذ عبد الاسكندراني؟ لا بصراحه لا. ولا استاذ سمير الاسكندراني ولا اي اسكندراني. الاسكندراني انا كتبت على فكره مشواره في مقاله كبيره جدا. عبد الاسكندراني ده انا عايز اقول لك اللي اطلق عليه عميد الموال تخيل مين؟ مين؟ محمد عبد الوهاب. دي الله. طبعا الله. عبد الاسكندراني قيمه فنيه كبيره جدا. ده راجل بيعمل بصوته تحس ان في اوكتافات اورج هنا بيلعب عليها. بيعمل تحويلات بصوته غريبه ما شاء الله. يعني يعجز عن ان ينفذها عازف اورج شاطر. والله ده في هنا اورج بصوته. انا سمعت حاجه يا جماعه انت تقولوا لي ده حقيقي ولا لا. انا سمعت ان هو ما كانش كمان يعرف علم نغم، وكان علم النغم علم سماعي ذكائي. بيقول لك يقدر يقول وينقل من مقام لمقام ويعرف يوصل لمقام معين من غير ما يعني عنده ذكاء سماعي غير عادي. ده حقيقي اكيد. في ناس كتير كده يعني تبقى يعني في فندم الدراسه والممارسه ممكن توصل لنفس النتيجه من خلال ممارسه كبيره قوي. يعني احيانا لما بتحفظ اغاني كتير بتكتسب من غل اغنيه مهاره معينه تحويله في مقام معينه. باجمالي اللي بتحفظه بتقدر يكون عندك الخبره. على عكس ممكن واحد يكون دارس كويس قوي بس مش ممارس فما تلاقيش في صوته الجمال ده. انت قلت لي اغنيه سيره الحب. سيره الحب استاذ خالد بيقول لي هنتخانق. انت عارف يا استاذ محمد ان اغنيه سيره الحب مقامها للناس كلها عارفاه. كل المطربين ما تلاقيش غير حد قليل قوي اللي عارف المقام الحقيقي للاغنيه دي وكل الباقي مش عارفين حاجه. فسالته استاذ محمد صيام بقى انتوا عارفين ده ملحن ومطرب. قلت له يا استاذ محمد المقام بتاع سيره الحب ايه؟ قال لي سيكا طبعا. استاذ خالد اعترض بشده جدا على موضوع سيكا. هي سيكا؟ سيكا؟ هي سيكا. ولو استاذ خالد يعني لا خليك على موقف ما انا هقول اهو.
لو استاذ خالد عايز يضيف حاجه في الموضوع فهو ممكن يبقى مشتق، يعني مشتق من السيك، بس هو المقام سيكا. مقام سيكا. انت لو عايز استاذ محمد لو عايز تضيف طيب عشان بس ما لو عايز تضيف احنا هنسمح لك بس المقام الاساسي طيب سيكا. طيب نقول قولا واحدا. قولا واحدا. انا من خلالك عايز اوجه رساله للوسط الفني. اتفضل. رساله الى الوسط الفني والى كل الموسيقيين في جمهوريه مصر العربيه. انا الناقد الفني خالد كمال بقول ان أغنية سيرة الحب مش مقام سيكا. هذا الكلام قولا واحدا لا نقاش فيه. أغنية سيرة الحب مقام راحة الأرواح. لو اتغنى من طبقة السي ولو اتغنى من طبقة المي أو طبقات أخرى يطلق عليه مقام هزام. سيرة الحب ليس لها علاقة بمقام سيكا. وأنا على استعداد أروح لأي موسيقي في مصر أشرح له على الأورج إيه الفرق ما بين السيكا وراحت الارواح. يعني استاذ مع راحت الارواح نعرف اعتبره قلبه راح دي يعني. لا ده يا فندم ما هو المشكله نعرف سميه قالوا سميه اعتبره قلبه راح ماشي، لكن راحت الارواح دي ما سمعتش انا عنها بصراحه. الفنانه سميه اللي منوراني اهلا بيكي. ميرسي. نورك ربنا يخليك وبنور كل اللي موجودين. اللي موجود معايا في الاستوديو الاستاذ الفنان محمد صيام والناقد الفني خالد كمال وبنرحب بيك. اهلا وسهلا بالجميع وبيك. ميرسي جدا لذوقك. طبعا قبل ما اقول لك وتقولي لي محمد صيام ومطرب قوي وحشنا جدا وبنحبه جدا، انا عايز اعرف سميه اللي دغدغت مصر في يوم من الايام ولا زالت لها جمهور عريض جدا مش بنشوفك كتير ليه؟ والله كانت فتره الانتاج بس والحمد لله عدت على خير. فان شاء الله الانتاج اكون موجوده. طيب هو انت كان عندك مشكله انتاجيه ما؟ وحلتيها خلاص الحمد لله. يعني احنا قريبا هنشوفك في القنوات الفضائيه والبرامج ونشوفك في الكليبات ونرجع سميه تاني تلم جمهورها حواليها اللي بيحبوها. اكيد انا اتمنى ده مليون الميه، بس ده ما بيكملش غير لما يكون في منتج بينتج او شركه بتدعم وبتصرفه بنعمل كبات واغاني محترمه. مزبوط. وملحنين وشعراء واللي انت فاهمه كله. عايز اسلم عليها. طيب محمد سامع عايز اسلم عليكي بعد اذنك. يا محمد ازيك؟ ازيك يا فنان؟ الحمد لله بخير. انت عامل ايه؟ انا والله تمام الحمد لله. انت من الناس اللي بسمعها والله مش مجامله جسمي بيقشعر بجد، يعني بتختاري كويس قوي يعني، وشرف ليا جدا 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 ان انا يعني هشتغل معاكي وان شاء الله باذن الله خير باذن الله. انا بالمناسبه عامل حاجه للاستاذه ان شاء الله باذن الله قريب يعني. باذن الله تكون حاجه حلوه قوي. طب سمية انا عايز اطلب منك طلب. انا وحشتني قوي اعتبره قلبه وراح، ده اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ هو للاسف انا كان نفسي اعمل لك كده بس انا واقفه في مكان لا يصلح فيه الغناء. طب اعمل حسابك ان انت هتيجي بنفسك تقولها لي هنا بقى عشان تبقى عارفه. عيني. بس كده انا لازم اشوفك هنا ولازم اسمع الناس اعتبره قلب وراح والناس تفتكر وتتبسط باغانيكي. ربنا يخليك. شرف ليا والله نورتيني. الاستاذه من الناس الخبره جدا طبعا. ممكن تسالها سميه والنبي بعد اذنك عايزينك في سؤال كده. اؤمن. اغنيه سيره الحب للفنانه ام كلثوم. المقام بتاعها اسمه ايه؟ راحت الارواح. الله الله عليك. الله عليك. في مختلف الموسيقى يعني. انت كده. بس في المعهد عندنا احنا عارفين الفلوس. درس موسيقى. درس موسيقى. انا مش سامع الخط. قالت راحت الارواح. انا يا استاذه سميه بتقول ايه بصراحه؟ اتفضلي يا استاذه سميه. حضرتك بتقولي راحت الارواح ها؟ انا مش سامع. خط مقطع جامد. لا اسمع كويس محمد. قالت راحت الارواح. اللي فات عليها فعلا اللي بيبقى مش بس فاهم في المقامات كويس او مش بيعرف يفرق ما بينهم، لان هم بص خد بالك اللي دارس عارف انه ما بين المقامات شعرايه ممكن تغير اسم المقام اصلا. انا هبدا احمل اغانيك من النهارده اسمعك على فكره. وانا هبتدي امسح اغانيكي من حياتي من النهارده. انا نفسي اقابل مطربه فاهمة علم نجم. انا احييكي. انا قلت لك هي خبرة يعني كبيرة جدا وعشان كده انا شاهدتها. هو ده مش كلام من عندنا، ده كلام من المعهد. كلام العلم صح كده. ايوه بس كان المفروض تعمل حساب المذيع يعني وتقولي له لا هي سيكا. للاسف انا مش متابعة الحوار بيدور في ايه، بس يعني انا بقول رد السؤال اللي انا سألته. ماشي. اكذب؟ لا 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 يا فندم. الله عليك. ما ينفعش يا فندم. الله عليك يا حبيبي. انا هقابلك قريب وتشرفينا طبعا في برنامج بكل جراء، وده الشرف. أكيد كل الشرف. ده شرف لينا. شرفني دعوتك. شرفني جدا جدا وجودك معانا وبشكرك جدا على المداخله العظيمه دي. وطبعا انا زي الحال هكمل. ما تاخدنيش كده، ما بحبش الطريقه دي. حاضر.
برنامج الارواح بتتلاقى حلقه مقام الارواح بتتلاقى لحضرتك الارواح راحت الارواح ده مقام انتوا الاثنين قلتوا مقام درسناه علميا جميل. انا بقى مش المفروض الم كل الموسيقيين اقعدهم في المعهد ولا في الكتاب الموسيقى يا فندم بعد اذنك هو مش بيقولوا سيكا ولا بيغني حاجه تانية لا مش ما سيكا تتكلم يا محمد هو لما قالوا سيكا قالوا حاجه تانية يعني لما قال سيكا او لما عرف انه سيكا قالها بطريقه تانية يا فندم المطرب او الفنان اللي مش عارف بيعزف ايه انا من وجهه نظري يقعد في البيت انا اسف يعني محمد ما تقعدش لا انا المخرج بيقول المخرج كده كده قاعد المخرج قال لي حاجه لطيفه قوي قال لي هي خلاص كانت في صف الاستاذه سميه فيا ريت نغير الموضوع وانا شايف كده نغير الموضوع ايه سيكا وايه ايه راحت حبيبتي مني يعني قاعد نسمع بقى اغنيه سيره الحب بمقام سيكا من محمد سيكا لا رحت لو رحت لا سيكا سيكا والله انا مذيع ايه ده لا خلاص ماشي سيكا لو سمحت اتفضل طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب وظلم الحب اللي كل اصحابه واعرف حكايات مليانة أهات ودمع وأنين والعشين دابوا متابوا طول عمري بقول لنا الشوق وليالي الشوق ولا قلبي قد عذابه عذابه عشان ما تقولش عليك ما تقولش علينا ايه ده احنا بالمناسبه صوته حزين في عربه في صوته نفسي امسكها اخش كده اخر الجمله بتعيط لا 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 يا محمد يعني عايز اقول لك يعني بيقدم الاغنيه عارف ان دي اخر حلقه نعملها سوا انت عارف كده على فكره انا متفق معاك في كل ارائك حبيبي لا يعني احنا كل واحد راحت الارواح احنا لا بالمناسبه عايز اقول لك حاجه ندي الحق لاصحابه الاغنيه دي طبعا من الحان بليغ حمدي الله بليغ عبد الحميد حمدي مرسي ابن شبرا عايز اقول لك قصه بسيطه قوي عشان نقول كده انا بقى اضيف حاجه ابن شبرا في شارع احمد ابراهيم متفرع من عبد الحميد الديب الله الله طيب انا عايز بس اقول حاجه نجوم الكبار في الفن الشعبي لما بيكبر اسمه يا فندم بيختار اسماء معينه يتعامل معاها انا عايز اقول لك واقع بس نتعلم منها نتعلم مفيش عيب كانت معزوم الفنان محمد فوزي السيد ام كلثوم على حفله مع الفنان بليغ حمدي والسيده والاستاذ محمد فوزي مع السيدة أم كلثوم في منزل الدكتور زكي سويدان طبيب أم كلثوم. فوزي كان بيتردد عليه بليغ حمدي وبعض يعني كموهبة جديدة فطلب منه يغني. مسك العود وقعد على الأرض يا فندم وغنى حب إيه. دي كانت أغنية ملحنها الجست سرايا حلمي. أم كلثوم انبهرت جدا بأدائه لدرجة إن السيدة أم كلثوم بقيمتها قعدت جنبه على الأرض وطبطبت عليه قالت له كمل. تخيل بقى لو نجم كبير في الفن الشعبي وجاي له موهبه جديده يمكن انا عايز احضرك يمكن اعقم ايده قبل ما اسلم عليه. سيدة أم كلثوم قعدت جنبه وطبطبت عليه وكانت بدايه لمجموعه من الاعمال. انت ليش بتكره النجوم الفن الشعبي كده؟ لا مش كلهم يا فندم مش بكره. لا انت كده بتكره. انا مش بقى يا فندم احنا بنتعلم. انت توصفهم الوصف ده وتقول ان هم لازم ليه الناس بالعكس مين الكبار بياخدوا المواهب ممكن ما اقدرش اساعدك بس بسلم عليك بقول لك صوتك حلو وشد حيلك يا فندم كل اللي مجال في الجيد وفي تعرف مين انت من المطربين يا فندم كلهم حبيبي عقموا لا اللي عقموا ايديهم هم بيسلموا على المواهب كده تعرف مين كتير يا فندم مين قول لي اسم عندك الجراءه في كل جراءه تقول اسم احنا برنامج كله جراءه تقدر تقول اسم واحد قول لي يا فندم النجم ده سلم بتلاطيف صعبه وعقم ايده وبيسلم على المواهب لو عملت كده انا ممكن اقول لك تحيه الهلال انا ممكن اقول لك مين اللي ما بيعقمش لا عايز اللي بيعقم ممكن اقول لك ثلاثة أربعة ما بيعقموش هتلاقي الباقي بيعقم يا فندم بس انا عايز بس اصل الجزئيه مهمه جدا
ايه قيمه اللي حصل يا فندم؟ ايه قيمه اللي حصل؟ نتج عن هذا التصرف ان جاء هناك ملحن اسمه مليح حمدي قدم لام كلثوم اجمل ما غنت في تاريخها، سيره الحب، حب ايه؟ انساك، مجموعه من الاعمال يا فندم من اجمل ما غنت. انا يعني دي بس عظه انه المطرب يا فندم لازم يفكر في الاغنيه قبل الملحن. انا عايز اخيره للفنان محمد صيام، علق على النقطه دي، علق على اخر نقطه. فعلا في ناس كتيره ما بتديش للمطربين فرصه، للملحنين فرصه انهم يسمعوهم. تاني يعني الجمله دي، في مطربين كتير ما بتديش فرصه للمؤلفين او الملحنين ان هم يسمعوهم. يعني المفروض انت ما ينفعش نقول الامور دي لعلمك عشان عندك اسم. لا انا مش هينفع اقول اسم، بس فعلا اصل ده اصلا مش هينفع اهاجم حد. ما حدش قالك هاجم، قول يا فندم الفنان احمد شيبه سعد طارق الشيخ، لا لا مصطفى حاج، قول لي اسم مين اللي راح له ملحن او شاعر وقال له لا يا انت حبيب. انت ذكرت الناس اللي فعلا بتدي مساحه، بتدي مساحه، بتقعد مع ناس صعبه. الناس دي بتقعد، ولكن اللي ما بيدوش مساحه هم موجودين وكتار. يعني هقول لك، انا هقول لك على موقف كده حصل. واحد كلمني قال انا معايا غنوه الفلان الفلان، قلت له خلاص تمام. انا ايه، وغنوه حلوه فعلا يعني، كلام ولحن حلوين، هو بس الفكره كنا ان هو شاعر مبتدئ وملحن مبتدئ. انا سمعت الموضوع جميل، هو مش لوني، فقلت له هو لون فلان وكلمه. ويعني كذا مره المفروض ان انا، وانا كلمت حتى فلان ده وقلت له خلي بالك معاه غنوه حلوه اسمعها منه، المفروض ان انا ايه اكدت عليه، فاهم قصدي؟ وما قبلوش وما سمعش. والله بص انا عايز اقول لك على حاجه يا استاذ محمد، في كل مجال من مجالاتنا هتلاقي اللي كده وهتلاقي اللي كده، هتلاقي في واحد انا مثلا اسلم على الاستاذ خالد، ازي حضرتك يا استاذ خالد، فيقول لي ازيك يا محمد عامل ايه. في حد تاني يسلم على الاستاذ خالد تلاقيه بيسلم عليه اكتر وبيديله حراره اكتر. كلنا كده، هتلاقي في مننا اللي بيتواضع وبيقابل وبيحب الناس بالظبط، وفي مننا اللي دماغه او مشاكله او ظروفه او تنكته خليته ما يقربش من الناس. لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. عايز اسمع، قول اسمع، اتفضل نسمع اخر حاجه. بشكرك الاول طبعا على وجودك معايا في كل جراءه. استاذ خالد كمال، انا بقول تاني ودي شهاده، اتمنى تتوثق بين قوسين، راجل بيمتلك العلم، وانا اي حد بيمتلك العلم له كل الخاطر وكل الاحترام، فانا ببعت لك رساله شكر وتقدير مع اعتبار ان خلافاتنا دي خلافات انا بشوف انها صحيح يا فندم، بتضيف لنا جدا جدا طبعًا جدا طبعًا. وبشوف ان وجودك معايا هنا شرف لي. لا انا برضو انا عايز اقول لحضرتك ممكن وانا كمان لا ممكن وانا كمان بجد يعني لا لا. بسمع كلامك ما شاء الله عليك، يعني بجد مبدع حتى في طريقه تعبيرك. يعني انت قلت كلمتين بصراحه لما في حقك طبعا اكيد اي حاجه كلمتين في حقك ما تتبسط. لا بس انا برضه والله العظيم لا اقول شهاده مش مجامله والله يا استاذ محمد دي شهاده حق. انت بوابه فعلا لكل الاعلام الحر، عندك القدره على انك تدافع وتحتوي كل من مزبوط. يقدم شيء محترم. استاذ محمد انت ما بتهتمش لا بنسب مشاهده ولا باعلانات، انت راجل تحمل رساله وتحمل مبدا. وفيك يا فندم كاتب سويسري اسمه كارل يانج اتكلم على الفرق ما بين الشخص العادي والشخص الفنان او المبدع، وقال انه المبدع دائما يحمل رساله، وانت حضرتك اهل لهذا الابداع. بشكرك جدا يا استاذ خالد، وانا مبسوط انك كنت معايا النهارده. طبعا راجل محترم وفاهم وبيقدم معلومه، احنا بنطلع في الاخر بنتيجه. محمد صيام بشكرك طبعا انك كنت معايا النهارده، وعلى وعد بلقاء تاني ان شاء الله. انا هقول للساده المشاهدين دي اخر اغنيه نسمعها من صيام، لو هو فعلا انتوا وحشتوه هيقول لكم حاجه تبسطكم، لو انتوا بالنسبه له عادي يعني زي اي وقت عدى عليه بين جمهوره هيقول لكم حاجه عاديه. طلع حبك لجمهورك في اللي انت هتقوله عشان بعدها اختم على طول. طيب هسمع ان شاء الله الجمهور حاجه من البوم الجديد عشان الناس تبتدي يعني براحتك تعرف ان انا جاي يعني ان شاء الله باذن الله. كوره في ملعب. هي من كلمات ملاك عادل، الحان محمد عبد المنعم، توزيع احمد عادل، انتاج احمد عثمان وعبد الرحمن علي. يلا بينا. مع احترامي وحبي ليك انا اللي زي خسارة فيك، هنساك واشيلك من حياتي، همسحك واشطب عليك، علاقتي بيك قطعتها
كانت صفحة سودة لا بتاب، أنا مش هسيب لك باب مواري، أنا كل السكات سداب، حب الله بيني وبينك خلاص ده نظامي وجديدي، لو قلبي في يوم احتاج لك هتبقى نهايته على ايدي، وعهد الله ما هرجع لك بقولها بعيل ومبسوطي، بعدك عن حياتي حياه، قربك اخرتي وموتي، بطل تمثيل الفيلم ده انا اتفرجت عليه، قلبي اللي تهان مش هسمح لك تاني تنفيه، يا ريت لما ضميرك يصحى سلم لي علي، عمري ما هرجع لك تاني خلاص، انا خدت قرار، انا جنبك مش في الجنه، انا جنبك مرمي في نار، انا اسحب نفسي واستاذن من غير انذار، حب الله بيني وبينك خلاص ده نظامي وجديدي، لو قلبي في يوم احتاج لك هتبقى نهايته على ايدي، وعهد الله ما هرجع لك بقولها بعيل ومبسوطي، بعدك عن حياتي حياه، قربك اخرتي وموتي. ده لازم يتحبس اللي عمل العمال دي، وعهد الله لازم يتحبس. ايه اللي انت يعني خناقه وغل وحقد، اكيد سرق حاجه، حد من الطرفين سرق من حد حاجه؟ انا طبعا مصداقيه يا فندم، مصداقيه، بس هو مصدق قوي. يعني لازم اقول لكل الساده المشاهدين في كل مكان، محمد صيام نجم بجد، انتظروه بجد، قوي بجد، كل الجديد والحصري على شاشة قناة مصر البلد، وقريبا جدا مصر البلد 2. بشكرك جدا يا صيام، شرفتني ونورتني. بشكر الناقد الفني الدكتور خالد كمان، شرفتني جدا بلقاء حضرتك، وبشكرك على هذا اللقاء الجميل. يعني بشكرك جدا، انتظروني بكرة قبل ساعتين من دلوقتي ان شاء الله، يكون معانا لقاء تاني مهم جدا، وهنتكلم فيه عن كل مشاكلنا وقضايانا واستغاثتنا. لكل المسؤولين في كل مكان، وكل اللي لازم تفكروا فيه حاجة واحدة بس، ان صوت الحق لازم يوصل، وصوتك وصوت حق على شاشة مصر البلد وبرنامج بكل جراءة. انتظروني بكرة قبل ساعتين وشوية على مصر البلد. صباح الخير.